لعيب لا يمكن تعمله كمدرب؟ التسرع. يعني انا يمكن الحته النهارده في اتخاذ القرار، انت النهارده ما بتبقى مدرب لازم بتبقى عندك هدوء اما تيجي تتخذ قرارك، حتى لو قرار فني او قرار بره الملعب لازم بتبقى عندك تريث شويه. لكن انت حته لعيب، يمكن انا كنت في الحته دي فيا اللي انت بتبقى متسرع في قراراتك. ويمكن قرار الانتقالات بين الانديه لما انا كنت بلعب، يمكن انا انتقالي من باوك اليوناني للشباب السعودي ما كنتش واخد فيه، ما فكرتش فيه او خدت القرار بسرعه، فيمكن ده قرار شايفه من القرارات اللي ضرتني وانا لعيب. لكن دلوقتي وانت مدير فني او مدرب لازم طبعا يبقى عندك تريث شويه في اتخاذ القرار، سواء قرار اداري او قرار فني. دايما الناس يقولوا ان انت كنت لعيب كويس بس ما قدرتش تعمل مع الاعلام بشكل جاد، ما قدرتش تبلور نفسك او تلمع نفسك. والله بص يا كابتن سيف، يمكن احنا الايام على ايامنا واحنا لعيبه يختلف الوقت. يمكن انت برضو وانت بتلعب بره ما كانش لسه في فيسبوك ولا في سوشيال ميديا زي دلوقتي او يمكن. لكن انا شايف ان ربنا بيعوضك. يمكن انت ممكن تكون قصرت وانت لعيب كوره، او ممكن زي ما قلت لك خدت قرارات مش كويسه في مشوارك، لكن ربنا بيعوضها لك في حاجه تانية. ويمكن انا الحمد لله ماشي بشكل كويس في حته التدريب، ومن خلاله برضو زي ما قلت لك اتعلمت طبعا وانا لعيب كوره، اللي من خلاله الغلطات اللي انا كنت عملتها او قرارات لا، الوقت بيبقى فيه تأني وفيه صبر وفيه بتاخد وقتك كويس في التفكير، اللي من خلاله زي ما قلت لك ما تاخدش قرار وبعد كده تندم عليه.